كان الذي طلب منه المأمون رسم الخارطة العالم الكبير أبا عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي، أيقونة عصره وزمانه. هو من أوائل علماء الرياضيات المسلمين. انتقل إلى بغداد وأصبح أساساً لنهضتها، خاصة بعد أن حاز ثقة المأمون فولاه بيت الحكمة. هو أيضاً من أسس علم الجبر والمثلثات وما اصطلح عليه بالخوارزميات، كما أنه ابتكر جدولاً تضمن حركة الشمس والقمر، مما شكل نقطة تحول في علم الفلك الإسلامي.